السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا نمر فوق سماء اسطنبول عائدين مرة اخرى الى بريطانيا ان شاء الله. اليوم 12 سبتمبر عام 2019. امس مر على ذكرى الأحداث الأليمة 11 سبتمبر 2001، 18 سنة حدث هذا الحدث الأليم، وإلى الآن لم نعلم ولم نعرف كيف ومن كيف حدث ومن خطط له ومن هم الفاعلين الحقيقيين لمثل هذا الحدث. بعد 11 سبتمبر عام 1000 بعد 11 سبتمبر عام 2001 دمرت العراق ودمرت مدن وبلاد كثيرة في العالم العربي، منها حاليا اليمن وسوريا، وضاعت مننا أشياء كثيرة، وبرز شعار محاربة الإرهاب على قمة الهرم الاجتماعي، والحرب على الإرهاب على قمة الهرم الاجتماعي في العالم. وتحت هذا الشعار شرد الملايين وقتل الآلاف، أو قتل الملايين الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، ودمر التاريخ العتيق في بلاد كثيرة خاصة في المنطقة العربية. يتعلم الشباب من أحداث التاريخ. هل 11 سبتمبر ده أكذوبة؟ أكذوبة العصر الحديث التي خطط لها لكي تضيع مقدرات الأمة العربية والأمة الإسلامية؟ هل 11 سبتمبر ده هو أكذوبة لكي يعاد ترسيم دول ومدن وتعاد صياغة سياسات ثقافات وسياسات وقيم وديانات المنطقة مرة أخرى؟ هل 11 سبتمبر ده هو الباعث على تغيير أنظمة جديدة أتت، وشخصيات جديدة وقديمة اتهمت ووصمت بالإرهاب؟ الأمر الكئيب والعالم المعتم الآن، كثير منه نسي 11 سبتمبر، وكثير منه نسي ما حدث لبلدنا في هذه المنطقة بعد 11 سبتمبر، وكثير منا نسي كم ضياع مقدرات هذه المنطقة وثرواتها، والكثير منا نسي أن الهدف لم يكن 11 سبتمبر، ولكن الهدف كان أشياء كثيرة حققت بعد 11 سبتمبر. الآن ونحن نطير فوق سماء اسطنبول وتركيا عائدين مرة أخرى إلى بريطانيا بعد غياب أكثر من 3 أسابيع في أفريقيا، رسالتي إليكم يا الشباب ويا الشابات، لا تهنوا
ولا تيأسوا بما فعل وما حدث بعد 11 سبتمبر، ولا تقعدوا عن طلب كل هذه الأشياء التي تحقق عناصر البقاء على وجه المعمورة، وهي طلب العلم والمعرفة ورفع مستوى الوعي والعمل بجدية ومعرفة التاريخ والمحافظة على الثقافات والقيم والعقائد والحفاظ على المجتمعات وحماية المجتمعات وبذل الجهد وبذل العرق وبذل المال من أجل الدفاع عن السلام، من أجل الدفاع عن الإسلام، ومن أجل الدفاع عن البشرية وعن الإنسانية في كل مكان وفي كل زمان. نحن المنوطون بأن نقيم العدل الذي غاب عن العالم، وأن نرثي قواعد السلام الذي دمر وأزيل من وجه كثير من البلدان والمجتمعات، وبإرساء قواعد الإخاء والمساواة بين الشعوب وبين المجتمعات وبين الأفراد، وأن نحافظ على كينونة وديمومة سير مسيرة الحياة داخل هذه المجتمعات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتحيا وتسعد وتنعم بما من الله سبحانه وتعالى عليها من خيرات فوق ظهر هذه المعمورة. نحن المنوطون بهذا، وإن حدث ما حدث لنا في اليمن، في العراق، في فلسطين، في غزة، وفي السودان، في جنوب السودان، في ليبيا، وفي الروهينجا، وفي اليوغور، في كشمير، وفي كل مكان لقينا فيه دولا وشعوبا ومجتمعات تتمزق وتتحطم وتتشرذم بعد أحداث 11 سبتمبر. نحن المنوطون بإعادة بناء هذا السلام مرة أخرى على وجه المعمورة، ونحن المنوطون بإرساء الحرية لكي تنعم بها الشعوب في كل مكان وفي كل زمان، وإن فعلوا بنا ما يفعلون، وإن كان 11 سبتمبر هذا هو أحد أسباب انهيار هذه المجتمعات ومحاربة هذه الشعوب وتشريد هذه الأعداد الغفيرة من البشر الذين شردوا وقتلوا ظلما وزورا وبهتانا. فلن نهن أيها الشباب، ولن تهنوا أيضا أيها الشباب، ولنحول ذكرى أحداث 11 سبتمبر الأليمة إلى مستقبل باهر للبشرية وللإنسانية تنعم فيه كافة الخلائق بقيم وثقافات وعادات جديدة يتمتع بها العالم كله على ظهر هذه المعمورة، متآخين، متحابين، متعاونين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.